مرحبا، أنا اسمي ناصر جبر، أنا طباخ أمريكي فلسطيني، وإلي الشرف إنه إحنا نكون متعاونين اليوم مع مركز الجالية الفلسطينية في باترسون نيوجيرسي. إحنا حنكون نقدم هلأ أطباق إحنا من مطبخنا لرمضان للعائلات، وإن شاء الله إنكم تستمتعوا فيها، وكل عام وانتم بخير بالشهر الفضيل. تعالوا معنا على المطبخ أفرجيكم إياه. يا هذا مطبخنا اللي إحنا بنشغل فيه، واحد من 5 مطابخ في نيويورك. عندنا مطابخ في دول تانية، عندنا مطابخ في تركيا، مطابخ في المغرب، مطابخ في هايتي، مطابخ في بورتوريكو. احنا اللي بنشتغل عليه هي 3 شغلات. احنا بنشتغل على الإغاثة المدنية، بنشتغل على انه كيف نودي لوجستية للطعام حول العالم، وان شاء الله السنة الجاي اذا قدرنا نوصل الاكل لغزة، فان شاء الله تدعمونا في هذا المشروع. شيف راين جرام من احسن الشيف الموجودين في نيويورك، اتدرب في افضل المطاعم خصوصا مطعم جون جورج، ويعتبر من افضل الشيفس الموجودين. هو بقود العمليه في 5 مطاعم، وبقود العمليه 5 مطابخ، وبقودهم في المطبخ هذا، فهو بروح على كل مطبخ ببني السيستم والناس بتقدمه، وهو برضه بيعمل الريسبيز الوصفات. تفضلوا معنا. جبنا فريكة فلسطينية من جنين نطعميها للكوادر الطبية في نيويورك، للفقراء والمحتاجين، وبرضه للجالية خلال شهر رمضان. هدفنا إن نوصل ل 15,000 وجبة باليوم، 5,000 للكوادر الطبية، 5,000 للمسلمين خلال الإفطار، و 5,000 للمحتاجين الفقراء بالملاجئ أو الهوملس في مدن نيويورك ونيوجيرسي. وطبعا هذا أعتقد إنه هو شو هو شهر رمضان، يعني about شهر رمضان على التسامح، شهر رمضان على انك تشارك الاكل مع الفقير، واحنا هيك انه قدرنا نشاكر اكلنا مش بس مع المسلمين، برضه مع غير المسلمين، على انه نفرجيهم كيف هو شهر رمضان بيكون باكل فلسطيني. كما بتعرفوا انه في جاليه فلسطينيه كبيره في امريكا اللاتينيه، وهم جاليه كثير عزيزه على قلبي، كنت اروح ازورهم بتشيلي وبالارجنتين وبكولومبيا كل الوقت، وتعرفت على اكلات كان يعملوها الجالية العربية في امريكا اللاتينية مختلفة عن مطبخنا العربي، المطبخ الفلسطيني او السوري او اللبناني. فهذا الدجاج اللي انتم شايفينه هون اليوم وحاطينه مغطسينه بتبولة، بس مش السلطة، عملناها على طريقة الصلصة التشيبتشوري اللي هي الصلصة الارجنتينية. فعملنا تبولة، زدنا عليها الخل، زدنا عليها الزيت، غطسنا الدجاج فيه 8 ساعات، طلعناه وحطينا شوية عليه ملح وليمون، وعم نشويه على الجريل. طبعا احنا بشراكه مع المطبخ المركزي الدولي، هذا مشروع الشيف خوزيه اندرياس صديق لنا. الشيف خوزيه اندرياس عنده مهمه انه بده يطعم العالم، فهلا مطبخنا شغال خلال ازمه الكورونا بالولايات المتحده، اسبانيا، بلندن، بهيتي، بورتوريكو. المطبخ شغالين على 24 ساعه. احنا في مطبخنا هذا، المطبخ تبعنا المطبخ العربي، بنحاول نوصل اكبر رقم موجود من 50,000 وجبة اللي بتطلع كل يوم. احنا هدفنا نوصل ل 15,000 من 50 هدول، واليوم حنوصل ل 4,000 وجبة، والاسبوع الجاي 5,000 وجبة باليوم. تعالوا معنا افرجيكم كيف نحط الاكل. إلي الفخر اقول انه كمان كل المتطوعين وكل الجاليات زي ما تشوفوا هم بيعبوا، بحطوا الستيكرز، بنحط بكياس. كل كيس من الكيس البني بوسع 6 اطباق، وبعدين هدول بوسعوا كيس ابيض بوسع فيه 4 اكياس بنيه، فبيطلع 25 صحن كل كيس. هلا
احنا شايفين بنعبي الاكل كل كيس فيه 25 طبق. احنا بنحط هون مارك تيب عشان نكون وين رايح. فهذا مثلا رايح على مستشفى ماونت ساينهاي، هذا مثلا رايح على مستشفى لينكولن، هذا رايح عند الجاليه الفلسطينيه في كوينز، هذا رايح عند الجاليه البنغاليه في كوينز، هذا رايح على مستشفى لانكس هيل. فمعناته الاطباق اللي جايه الان هي اطباق للجاليه الفلسطينيه. مبادرتنا اليوم من مطعم Immigrant Kitchen، الأخ ناصر جابر تقدم بتبرع 300 وجبة غذائية ساخنة للمحتاجين من أهل جاليتنا. هذه المبادرة راح تستمر طيلة شهر رمضان. بلشنا اليوم تجربة إنه نبعث وجبات غذائية ومكسات تمر للناس، فإن شاء الله يكون إشي يومي. وكمان شغالين على مشروع سلة غذائية لرمضان، رح يستمر طول شهر رمضان، وإن شاء الله إنه من هون لآخر شهر رمضان بتكون الأمور تحسنت. وبعدها إحنا برضه بنتعاون، غير اللي بنعمله هذا المجهود، إحنا من أول يوم نتعاون مع مؤسسات كثير بتأمن الغذاء للجالية وبتأمن النواقص الأشياء الناس اللي بتحتاجها في هذا الوقت. اليوم طلعين 300 وجبة إن شاء الله. 300 إذا إجانا ناس أكثر بنزيد، يعني ممكن نوصل لحد 500 وجبة ممكن.